السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على قناة البوصلة في حلقة جديدة، ماشي من السلسلة ديال التوجيه الدراسي ولكن في سلسلة ديال شاب طموح. مع الحلقة الأولى غنتعرفوا على واحد المبدأ ديال النجاح اللي هو أساسي. بقاو معنا ما تزهقوا، فين حلقة جديدة. في حياتنا تنعيشوا مجموعة ديال المواقف، كما أننا تنحسوا بمجموعة ديال الأحاسيس، خصوصا في هذه الظرفيه اللي العالم كامل واقف، تنحسوا بواحد الاحباط وبواحد الخمول وبالرغبه الدائمه ديال النعاس اللي تنعتبروه واحد الحب ابدي ديالنا في هذه اللحظات هذه ديال الحجر الصحي. وبعض المرات فاش نتفرجوا لبعض الافلام ولا نشوفوا شي فيديوهات اللي فيها عناصر تحفيزيه، تنقولوا بلي الغد لي غنقوموا بمجموعه ديال العمل وغنخططوا وغنطوروا من ذاتنا انتظارا باش يسالي هذا الحجر الصحي. ولكن هذا الشيء كامل تيبقى مجرد احساس في الداخل ديالنا، حيت لحد الان ما تنزيدو حتى خطوه للقدام ومازالين واقفين في بلاصتنا. من هنا نقدروا نعتبروا بان هذيك الجرعه ديال الحافز اللي تناخذوها من دوك الفيديوهات او الافلام مجرد جرعه ديال المخدرات اللي تتنتهي مع الوقت، واللي يقدر يكون هذا التحفيز هذا واحد القوه مدمره للشخص بغياب الدافعيه، كما انه يقدر يكون واحد القوه خارقه مع الدافعيه اللي تتخلي المجتمعات يزيدوا القدام ويتطوروا وينتجوا اكثر. هذا الشيء اللي خلى مجموعه ديال العلماء يطرحوا واحد التساؤل، اللي هو كيفاش مجموعه ديال الناس يحققوا مجموعه ديال الاهداف والمجموعه الاخرى ما تحقق حتى شي حاجه في حياتها وما تستمرش في العطاء. داكشي باش جات مجموعه ديال النظريات، اللي منها النظريه ديال ماسلو اللي تيدوي على الهرم ديال الاحتياجات ديال الانسان، وباعتبار الحاجه او الاحتياج ديال الانسان هو الدافع اللي تيخليه يقوم بالعمل ويبحث على القوت اليومي ديالو او النوم او الزواج او غيرها من الامور. وصولا النظريه ديال ماكليلاند، هذا ماكليلاند هذا اللي صنف الناس لثلاثه ديال الاصناف، الصنف اللي تيبحث على السلطه واللي معروف في جميع المجتمعات، الصنف الثاني اللي تيبحث على الانتماء، وهاد الناس بالضبط هما اللي تيكونوا مهتمين بالعلاقات الاجتماعيه او اذا حطوا شي ستاتي في مواقع التواصل الاجتماعي تيبقاو دائما ردين البال واش تزاد شي كومونتير، واش شحال من واحد دار ليه لايك، شحال من واحد قال لي شي حاجه في الكومونتير، تيتسنى داك الثناء من عند الناس، يعني دائما تيبغي يكون محبوب من عند الناس ويتقبلوه. والا كان العكس ديال هذا الامر تيحس بواحد الاحباط وانه غير راضي على الدرس ديالو، وعلى المدى البعيد يقدر يدخل بواحد النوع من انواع ديال الاكتئاب. منين وصلنا لهنايا المجموعه الثالثه هي الناس اللي تيبحثوا على الانجاز، هاد الناس اللي تيخدموا لساعات طويله ودائما التطلعات ديالهم والطموح ديالهم كبير وما عندوش حدود، ديما تينتج ديما تيطور المهارات ديالو ديما تيكتسب مهارات جديده. ما نقدروش ندوزو بلا ما ندوو على واحد النجاح اللي كان نموذجي في الثمانينيات في عالم الطيران ديال امريكا، ديال واحد الشركه اللي انتقلت من الفشل للنجاح بفضل واحد الشخص اللي اعتمد واحد استراتيجيه مهمه جدا، وهذا الشخص هو جوردن بوزن، اللي من بعد ما عرف ان الخسائر ديال الشركه ديال الطيران وصلت ل 5 ديال المليون دولار واللي هو مبلغ كبير في الثمانينيات، اقترح انه يفرق على العمال ديالو نصف ديال المبلغ اللي هو 250,000 دولار، بشرط ان الشركه ديالو تحتل المرتبه الثالثه عالميا او في عالم الطيران الامريكي. تنشوفوا هذا الشخص باللي اعتمد على التحفيز المادي من بعد ما تاكد من الدافعيه ديال العمال والرغبه ديالهم في خدمه الشركه. بخلاصه تنشوفوا باللي الدافعيه هي محور ديال التطور، والدافعيه اللي تتمحور على ثلاثه ديال الاجزاء، الجزء الاول هو الرغبه والجزء الثاني هو القدره، حيث ما نقدرش اليوم نحفزك باش تطير ونقول لك اطلق العنان لقواك الداخليه، مع العلم ان عندك الرغبه في الطيران ولكن القدره ديال الطيران ما تتمتلكهاش. لذلك بغيت نقول لك شوف شنو تعرف دير وديفلوبي فيه، زيد خدم على راسك في داكشي اللي تعرف دير وفاش ترتاح دير، وهذا الشيء غيبان لك بامر بسيط هو انك تتلقاك تدير شي حويجات وتدوز فيهم وقت طويل وما تحسش بداك الوقت كيفاش تيدوز، عرف بلي ديك الحاجه قادر تعطي فيها اكثر، يعني خصك تطور ذاتك فيها اكثر، وما تنساش تحفز راسك وتكافئ راسك، خرج مع راسك تقهوى معاه، دي راسك شري ليه ساندويتش ولا عرض عليه في شي بلاصه، شري لراسك كادو، المهم تهلا في راسك ورد البال لراسك،
سلام.